التشغيلي ده دعم للاعبين نادي الزمالك. احنا في مرحلة مهمة وصعبة، وزي ما تعودنا منكم طبعا بنشوف رجالة وأبطال وقت الشدة. معاكم جماهير من وجهة نظري هي الأفضل في العالم، وانتم أكيد شعارين بتصدي جماهير نادي الزمالك للمشاكل اللي موجودة في سبيل تحقيق النجاح الفترة القادمة، ومعاكم طبعا دعم مجلس الإدارة اللي موجود دايما معاكم. السنة اللي فاتت كنتم أبطال في بطولتين مهمين جدا لنادي الزمالك، الكونفدرالية وأبطال السوبر المصري، وإن شاء الله أبطال دوري إفريقيا بإذن الله إن شاء الله. رسالة مهمة جدا لجماهير الناديين. أعتقد إن إحنا في وقت صعب جدا محتاج تكاتف، كل واحد مصري بيحب مصر وبيحب بلده. في الأول وفي الآخر دي رياضة ودي كورة، واللي يكسب نقول له مبروك، واللي يخسر نقول له هارد لك. ويا جماعة الرياضة هي سمة التسامح. إن شاء الله بنتمنى كل التوفيق وكل النجاح والفوز لنادي الأهلي والزمالك. طبعا نادي الأهلي والزمالك ناديين من أكبر الأندية في افريقيا وليهم تاريخ كبير في افريقيا، ان شاء الله باذن الله نتمنى لهم التوفيق والفوز. طبعا وطبعا كلنا كرياضيين وخاصة جماهير كرة القدم ولاعبي كرة القدم بنتمنى الفوز لفريق نادي الأهلي ونادي الزمالك، وعشان يبقى النهائي الإفريقي مصري، ودي أعتقد إن هي كل أمنيات الجماهير المصرية المحبة للفريقين. وأيا كان النهائي هيكون من نصيبه ان شاء الله، اللي احنا بنتمنى ان هو يكون نهائي مصري زمالك واهلي، الاهلي بلد فريق مصري والزمالك فريق مصري، ده اللي احنا كلنا بنتمناه. طبعا كل الدعوات للاهلي والزمالك ان شاء الله بالعوده ان شاء الله باداء مباراه قويه كبيره، والعوده بنتيجه ايجابيه هتساعدهم ان شاء الله في مباراه العوده ان شاء الله ان هم ان شاء الله يتاهلوا باذن الله للدور النهائي، ويبقى النهائي خالص مصري ان شاء الله.